بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن يبين الخلل الذي وقع في الكتب السابقة ويحتكم إليه المؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك يا محمد وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. المراد بالحق أي الذي لا تشوبه شائبة من الباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة. ما بين يديه أي جميع الكتب التي سبقته مصدق لها، لم يأتي بخلل عنها ولم يخرج عنها. فالكتب السابقة كلها جاءت وأساسها لا إله إلا الله، كذلك جاء القرآن بلا إله إلا الله. تفصيلات الكتب السابقة على حسب مصالح عباده في تلك الأوقات، أيضا القرآن جاء على مصالح العباد في آخر عهد الدنيا إلى يوم القيامة، فأقر مما حكم الله به من الأحكام التفصيلية في الكتب السابقة، أقر منها ونسخ منها وعدل منها حتى يستقيم الأمر لصالح البشرية في الحكم الشرعي إلى يوم القيامة. ولذلك بعد أن يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يقول: ومهيمنا عليه، أي ما جاء في القرآن يظهر التحريفات التي جاءت أو دخلت على الكتب السماوية السابقة. فعندما تقول اليهود مثلا عزير ابن الله، إذن أشركوا عزيرا مع الله، فهذا خروج عن منهج الله. عندما تقول التوراة أو يعتبرونها تفسيرات التوراة، الشعب المختار هم بنو إسرائيل وبقية الناس هم حمير، فالقرآن يبين أن هذا الكلام خلط، ولا يمكن أن ينزل الله دينا يرفع به أمة من الأمم على غيرها لتتسلط على غيرها. وهذا ما يسعى إليه اليهود في البشرية اليوم، واختاروا فلسطين بالذات لأنها منفذا للقارات الثلاث، اختاروها وهم بنيتهم وبتصرفاتهم الفعلية أن يكونوا شعب الله المختار وأن يحكموا العالم كله من هذه المنطقة. خسئوا، لن يكون لهم ذلك بإذن الله، لا بقوة بشر. فبعد أن يقول ربنا سبحانه وتعالى ومهيمنا عليه، أي على الكتب السماوية السابقة، يظهر ما دخلها من خلل، يقول سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولمن حكم بالإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي بالقرآن إذا ترافعوا إليك. أنا اليهود والنصارى إذا ترافعوا إلينا نحكمهم بالقرآن، أما إذا لم يترافعوا إلينا فنترك حكمهم كما شاءوا بالنسبة لتقاليدهم في زواجهم، في أنسابهم، في كذا. هم لهم محاكم خاصة يستطيعون أن يحكموا ويتحاكموا ويعني يحققوا الحقوق بين بعضهم على حسب دينتهم التي يزعمون أنها دينهم. أفي مانع عنا في الإسلام ذلك؟ أما بالنسبة للجرائم، لا، ما في يهودي ولا في نصراني يقول لازم يكون الإنسان لص وسارق. فمن سرق تقطع يده مسلما كان أو غير مسلم، من قتل يقتل مسلما كان أو غير مسلم. هذا حق من حقوق العباد وتقره الأديان السماوية كلها. ولذلك نقول لليهود والنصارى الذين يزعمون أن الإسلام إذا طبق وطبق المسلمون حكم الله أنهم سيظلمون، لا، بالعكس، النصارى واليهود أيضا قبل أن يصبحوا أعداء للمسلمين ويقاتلونهم كانوا يعيشون في بلاد المسلمين أفضل من أن يحكمهم حكم حاكم منهم. كانوا يعيشون يأخذون حريتهم الثقافية والقولية والفعلية، وإذا كان بعضهم يريد أن يرتكب الفواحش التي حرمها الإسلام يستتر، يستفد، يفعل ما يشاء، ما أحد يمسه ولا أحد يقارشه. ولكن أن يخرج إلى الناس فيسرق ويجاهر بالزنا أو يجاهر بالخمر، هذا ممنوع. ثم يقول سبحانه: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فإذا أرادوا منك أن تخرج عن شيء من حكم الله لا تتبع هواهم عما جاءك من الحق، أي مما جاءك وأنزل عليك الله تبارك وتعالى من القرآن. لكل
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج الطريق الواضح وهو الأحكام التفصيلية، والشرعة الأسس الأساسية. فالله تبارك وتعالى جعل أصول التشريعات للبشرية كلها واحدة، وهي لا إله إلا الله، أي التحرر من العبودية لغير الله. كل شيء غير الله صنما، شعارا مقدسا، بشرا متفرعنا، مثل فرعنة القرن العشرين، كل هؤلاء مخلوقات، فلا طاعة للمخلوق. أما الذي يطاع وينفذ حكمه فهو خالق الكون والإنسان والحياة. هذا ما جاءت به الأديان السماوية كلها، وهذا أساسها. أما المنهاج أي الأمور التفصيلية، فقد جعل الله تبارك وتعالى لكل جماعة ولكل قوم من الأقوام على حسب تدرجهم جعل لهم أحكاما تفصيلية تلائم وضعهم وتحقق سعادتهم ومصالحهم الدنيوية. أقول هذه المناهج تتغير بين قوم وقوم، لأن البشرية كانت أقواما متفرقة، ولذلك من يترك دعوة إلى الله وإلى الحق ويدعو إلى القومية، مثل موضة القومية التي طلعت فترة من الفترات في أوروبا، زرعها اليهود من أجل أن يفرقوا الجرمانية المقدسة عن كذا، ويخلصوا من العالم المسيحي الذي يتسلط عليهم أو يخافوا منهم، فأنشأوا القوميات. الدعوة إلى القومية هي رجوع إلى الوراء، وكان النبي يبعث في قومه خاصة فبعثوا للناس عامة. البشرية في عهد القوميات كان ينزل الله إليهم من التشريعات ما يحتاجون إليه، فإذا كانوا مجموعات صغيرة لا يحتاجون إلى صناعات كبيرة وكثيرة. أما عندما يكبر المجتمع ويتكاثر الناس فيؤسس جماعة تحتاج إلى حضارة ورقي وأهداف. ولذلك الديانات السماوية العامة الأساسية هي ما نزل به التوراة في أحكام تشريعية، ثم ما جاء الإنجيل فيه مواعظ يكمل التوراة، حتى تكاملت البشرية ونضجت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان للعرب رحلتي الشتاء والصيف للشمال إلى بلاد الرومان، وللجنوب إلى الحبشة وإلى اليمن التي كانت لها صلات أيضا مع الأحباش ومع الفرس. تكاملت البشرية فكانت أهلا لأن ينزل عليها الدين الكامل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا الآيات في مناسبة المولد النبوي من فترة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمناهج التفصيلية تتطور وتتغير إلى أن تستقر بمناهج وأسس عامة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا ما جاء به الإسلام. والله تبارك وتعالى يخاطبنا فيقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني كلكم تطيعون الله ولا أحد يعصيه. يستطيع ذلك، ولكن إذا أراد أن يفعل هذا معنى ذلك نزع منكم الحرية، صير الإنسان مثل الحيوان، خلق لينفذ مهمة معينة فينفذها ولا يبقى. إنما أعطى الله الإنسان العقل ليختاره، يشعر بكرامته الإنسانية التي كرمه الله بها، فيختار طاعة الخالق أو ينصاع من أجل العبودية للأهواء والشهوات، ينصاع للمخلوق. فلذلك أعطاه الله هذه الحرية وترك له المجال وقال له: فاستبقوا الخيرات. ما هي الخيرات؟ الحق الذي أنزله الله. لا تنسوا آخر الآية: إلى الله مرجعكم جميعا يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا يقول أنا يهودي، هذا أنا نصراني، هذا أنا مالي دين، هذا كذا، كلهم أديان، ولكن دين الحق ودين الشيطان. ستقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ويحاسبكم على أعمالكم، فاستعدوا لذلك. وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والحمد لله رب العالمين.